حطونا فيه 16 مرة، هذاك ما مسلكناش. أنا يوسف شعنون، أنا بصفتي هنايا فخار المهم عامل. أنا دابا الموضوع اللي بغيت دابا نهضر عليه، فهو حنايا بالنسبة للمهم حنايا ما اعترضناش المهم على حسب هاد الناس المهم هضروا معنا على حسب غادي نحيدوا من هنايا ولا شي حاجة. ولكن المشكل اللي وقع هو هاد الناس أصلا ما علمونا ما حتى شي حاجة، فحنايا ما في راسنا حتى شي حاجة. المهم الهضرة اللي هضروا معنا جاوا عندنا في الأول قالوا لنا باللي راه وجدنا لكم واحد المغازات، المهم النواحي ديال الحي، النواحي ديال المهم حي آمال حي شماعو، قالوا لنا المغازات غير على حسب غادي نمشيو نحطوا فيهم العرض. مشينا بالنسبة مشاو المهم المسؤولين اللي علينا هما المعلمية، مشاو خداو المغازات بصمو وجاو. من بعد غاديين نتفاجئوا باللي هاد الناس جاو عندنا قالوا لينا صافي المهم راكم دابا يا خديتوا المغازات يعني الخدمه صافي خاصكم مهم تتحبسوها. فحنايا دابا يا المشكل اللي عندنا هو اكثريه ديال الناس راه خدامين هنايا مساكن عندهم المهم المسؤوليه ديالهم بالنسبه لوليدات الكرال الماء والضوء، يعني اكثريه ديالهم ما عنده باش يبقى ياكل ديال المصروف، ما عنده حتى على حسب المهم 4 أيام ولا 5 أيام. واكثريه ديال الناس راه لحد الان ما فاهمين والو، غير بغينا نفهموا اش كاين. المهم دابا يا اللي ولينا تنشوفوا هبطات عندنا القايده احتراماتي ليها واحتراماتي لجميع المسؤولين، لكن ديك الطريقه اللي كتسرب بها هاد القايده مع الناس راه حشومه، لدرجه ولات المهم غير كتدخل كتوصل للباب كتزتحو برجليها، وملي تتهضر مع المعلم تتهضر معاه بواحد الحقاره. نوض حيد ليا من هنايا بحال لا هو اصلا غير المهم حاط هنايا، يعني بحال حنايا هاد الفخاره الصناعه التقليديه ما تتستافد منها البلاد حتى شي حاجه. ولكن الى جينا الواقع غادي نشوفوا باللي اصلا هاد الولجه الا كانت ما تتستقبلش كتستقبل حتى ثلاثة ديال الكيران ديال المهم اللي فاكونس والتوريس اللي تيجيو هنايا تيروجوا الاورو والدولار وزيد وزيد. وهاد القاعده المهم نطقات بواحد الهضره قالت لك اصلا هاد الولجه هادي ما كايناش. وكيفاش ما كايناش هاد الولجه هادي والاصل ديالها؟ هاد الولجه هاد الناس المهم حولهم ليا الحسن الثاني المهم رحمه الله وعاش الملك والله الوطن الملك. فحنايا دابا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، اللي كنطلبوا من هاد الناس هو على الاقل يوجدوا لينا فين غنمشيو غادي نخدموا، خير فين نمشيو ونبداو حنا خدامين. حنا ماشي دابا المهم اعترضناهم قلنا لهم ما غنحيدوش ليكم ولا شي حاجه، ولكن على الاقل هما كان عليهم غير يعلمونا ويعطونا الوقت. ماشي المهم في رمشات عين جا وقال لك المهم حيد دابا لدرجه وليتي كتشوف هنايا بحال عندك المهم حرب. الا جيتي غادي تشوف هذوك المغازات والمعامل كيفاش كانوا وكيفاش ولوا في رمشات عين، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فحنايا دابا اللي بغينا ماشي بغينا نبقاو هنايا، غير بغينا من المسؤولين يحنوا فينا ويحنوا في هاد الناس اللي خدامين، يعني ما يحولوناش حتى يديروا لينا فين غنمشيو غادي نخدموا مباشره. وحنا راه ما اعترضنا حتى شي حاجه، حنايا المهم اي حاجه احتراماتي المسؤولين واحتراماتي لجميع الناس. ولكن حنايا تنشوفوا لدرجه رئيس الغرفه ديال الصناعه التقليديه ما هضرش علينا نهائيا. فعلاش؟ واش حنا ما عندناش المهم شي حاجه كاع نهائيا تنديروها في هذا الوطن؟ راه حنا زعما كاين فخاره وقصابه وفيهم حداده وفيهم نجاره وفيهم شحال من حاجه اللي هازها هذا المجمع. احد ما سول فينا وحتى واحد ما استشرنا شنو غنديروا، حتى واحد ما ريح معنا نهائيا. بحدنا كنا ما خدامين ما علينا ما بينا. النهار الاول جات القايده قالت لك انتوما غادي تحيدوا. وشناهو المشكل اللي كاين في هاد الناس؟ هذا هو مازال عندهم واحد العقده، هي ما تيقدرش مثلا حتى حقه يمشي يقصد المهم القايده ولا الوالي ولا يسول على حقه، ما تيقدرش مسكين ديما صافي ملي تجي القايده كتقول لي حيد ما تيعاودش مع الهضره، ولكن راه عالم بها الله سبحانه وتعالى. المهم على الاقل ملي كانوا باغيين يحيدونا غير يعطونا الماتيريال ديال المشروع المهم يساعدونا فيه، مثلا الكميوات الماليطوات وهذه دابا هي ابسط حاجه، مثلا غير الفران اجي يهزولك، يعني المهم ضروري خاصك لي الماليطور موك وهادي، وعاده باش خلي السلعه وخلي شحال من حاجه. المهم حنا راه ما عندنا حتى شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى، ولا اله الا الله محمد رسول الله، الله الوطن الملك. حنا ما عرفناش فين غاديين يحولونا اصلا، راه يلا داروا لينا عشات
اصلا داروا لك عشات قال لك هز ليهم، كيفاش غتهز ليهم؟ واش غتهز ليهم الفران السلعه؟ شنو غادي تهز ليهم؟ والو حتى شي حاجه. واصلا لحد الان باقين ما عرفنا حتى شي حاجه، فين غاديين يحولونا؟ واش غيرجعونا؟ واش غاديين يعطونا ولا ما غاديش يعطونا؟ اللي في راسنا هي جمعوا المعلميه، مشاو المعلميه حطوا ليهم ورقه بيضاء بصموا فيها، وانا يا المهم من خلال اللي تنشوف واش كاين شي واحد تبصم على ورقه بيضاء. راه بزاف هادشي هذا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس راه المهم عالم بهم الله، راه الناس راه عالم بهم الله سبحانه وتعالى، وما قادينش يهضروا. وعلاش اللي ما غاديش يهضروا؟ عندهم عقده من القياد من المخزن، وحنا ولكن حنايا احترامات القياد والناس المسؤولين، ولكن راه تتبقى انت انسان وانا انسان، على الاقل غير اجي عندي وصل ليا، على الاقل غير وصلوا لينا شنو كاين. غاديك المهم عواد غتجي غادا تزد عليك الباب غتقول لك حيد ليا من هنا، اجي فسري لهاد الناس، وصلي لهم شنو كاين، وصلي لهم فين غدوهم، فين غاديين تحولوهم. الناس راه ما فاهمه والو، ها هما الناس دابا مجموعين واكثرياتهم خايف. كاينه عقده ديال القياد، ولا اله الا الله محمد رسول الله. انايا المهم هنا من 2004، ولكن اكثريه الناس راه من 96 94 91، حيت الاصل ديال هذا المجمع هذا اللي القايده جايه كتقول لك المجمع ما كاينش. كيفاش ما كاينش؟ والحسن الثاني هو اللي دار، الحسن الثاني المهم رحمه الله هو اللي دار هذا المجمع هذا. وكيفاش هذا المجمع ما كاينش؟ ولا مشينا للانترنت كدير الولجه الصناعه التقليديه تعطيك المجمع وغتجي تقولي لي ما كاينش، واحتراماتي لك سعاده القايده، ولكن راه حنا تنعرفوك مسؤوله، ولكن راكم حقرتونا بزاف، راكم المهم حقرتونا فوق بزاف، وحنا راه عندنا الله ودعوه المظلوم مستجابه، والله ياخذ فيكم الحق، لا اله الا الله. معكم محسن مصطفى من مواليد 1976، صانع في هذا المركب منذ سنة 2004. هذه رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، وبغيناه يشوف فينا بعين الرحمة، لأنه هو الراعي ديال هذه الأمة، وهو ما تيقول الشعبية العزيز، وحنا تنقولوا الله الوطن الملك. حنا كنفتخروا بالدولة ديالنا، وتنفتخروا على عينينا وراسنا المشاريع اللي غتكون في الدولة، هذا افتخار واعتزاز للشعب المغربي، خصنا نفتخروا. ولكن يا سيدنا الله ينصرك ويشافيك ويعافيك، شوف من حالنا، حنا مدة 5 سنين ولا 6 سنين من تحط البرج وحنا عارفين راسنا غنتحولوا. واش هاد المسؤولين ما قدروش يوجدوا لنا أرضية فين غادي نخدموا؟ المعلم ها هو استافد مكازا فين يحط غير السلعة، واخا استافد مضرور لأنه صانع ماشي بيع وشراي، خاصنا فين غنخدموا؟ هادشي باش كنطالبوا، أنا ما كنطالبوش بشي حاجة غير قانونية، كنطالبوا بحقنا حنا كمغاربة. حنا راه ماشي في تل ابيب ولا في اسرائيل، حنا راه في دولة علوية شريفة، والكلمة ديال سيدنا موزونة وعلى راسنا وعينينا، بغينا يشوف فينا بعين الرحمة. الله يجازيك بخير سيدنا، راه حنا راه الأغلبية مجوجين، هادشي راه ما غاديش يخفى عليك، راه الأغلبية مجوجين، والأغلبية والدين، والأغلبية كيخلصوا الكرا، كيخلصوا الماء، كيخلصوا الضوء، كيخلصوا المعيشة ديالهم. وليني ما بين ليلة ونهار أن هاد المركب يهبط ونبقاو حنا بلا خدمة، معاناة كثيرة غادي نواجهوها، معاناة لا يرثى لها، شحال من واحد غيدمر وشحال من أسرة غادا تشرد. الله يجازيك بخير، هاد الناس كانوا المسؤولين يديروا لنا فين غنخدموا، ما يفكروش انهم يتهناوا منا يهزوا السلعه ويحطوها في العرض. راه المعلم استافد وراه ما باغيش هاد المكازا، باغي فين ينتج الصنعه ديالو. راه سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني جا لهاد المركب وخدم في اللولب كانه صانع كيحب هاد الصناعه، وهاد الصناعه ما خاصهاش تموت، الا ماتت راه الشعب كامل غيموت، اي صنعه غتموت. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.